كل فترة بتطلع أغنية بتهز الدنيا وبتصير ترند والكل بيحفظها وبغنيها. زمان يعني خلينا نقول بالتسعينات أو الألفين، لما مطرب أو مطربة كان يعرضوا ألبوم جديد لهم بالأسواق كانوا مسبقاً يحددوا الأغنية الهيد، واليوم سموها ترند وحتى بتتصور فيديو كليب. طب بال2002 قبل 21 سنة نزلت أغنية فيها كتير طاقات وإيقاعات حلوة، لمين؟ للبوب ستار راغب علامة. طب ليه تشغل قلبي وتشغل عقلي وبالي معاك؟ طب ليه؟ هي أغنية حققت نجاح كتير كبير من إنتاج محسن جابر، شركة عالم الفن، تأليف وليد الشاعري، أما الألحان أحمد سعد، فنان المصري أكثر من تصدر ترندات الأغاني بالسنين الأخيرة. أحمد سعد بلش كملحن، اكتسب خبرة من خلال سماعه لأنماط موسيقية عديدة ومختلفة من السند للهند، حرفيا سمع موسيقى من عدة ثقافات، من إسبانيا، من اليونان، ألمانيا، الهند، وكون مخزون قدر من خلاله يتحدى سوبر ستار راغب علامة وقت تسجيل واحد من أغانيه بعام 2002. وهذا اللي حكاه لراغب: سمعوني الألبوم، قلت لهم والله الألبوم يعني ناقصه أغنية، فعايزين يعرفوا مين العيل الصغير ده اللي بيقول على راغب علامة، يعني ده علامة هو لوحده في هو اندهش قوي يعني. العيل الصغير اللي بيقول له، قلت له ناقصه أغنية هيد يعني. قال لي وانت ايش عرفك بقى بالاغنيه الهيد بقى؟ فقلت له انا ما قال لي انت بتلحن؟ قلت له لا ما بلحنش، بس لو حبيت الحن هلحن. الكلام ده انا بقوله وهو عارف وكلنا عارفين، وحتى كوبايه حد خميس وكل الناس كانت قاعده. فقلت له لا لو حبيت الحن هلحن في 24 ساعه. يا سلام والله العظيم. قال لي يعني انت ممكن تعمل لي اغنيه في 24 ساعه؟ قلت له لو بكره الصبح هتبقى عندك الاغنيه اللي هي هتبقى الهيد بتاعه الالبوم بتاع حضرتك. بتقول كده الراغب علامة؟ والله العظيم بقوله كده. على فكرة القصة ما خلصت بنجاح الأغنية بس، تعالوا نسمع حتة صغيرة منها، ومثل العادة نبحبش على أصل اللحن ومن وين. طب تعالوا نرجع للحن الأصلي اللي اقتبسه أحمد سعد وبدون قصد من أغنية أصالة نصري ما بحبش حد إلا أنت، من ألحان محمد سلطان من عام 1995. أجمل ما في الموضوع صراحة أحمد سعد من خلال مقابلة مع صاحبة السعادة إسعاد يونس، وهذا اللي حكى: اكتشفت ان انا سارق نصها. لو والنعمه الشايفه. ازاي؟ اقول لك ازاي؟ بس والله العظيم ما خدت بالي، وحياه ربنا اصل انا بقول كده على طول الحاجات اللي في بالي ومخزون. ما هو انت ايوه بالظبط مخزون. بفتكرك وانت نسيني ويروح النوم من عيني، وانت بترتاح يا حبيبي واتعذب انا في هواك. خد عندك أصالة. حب العالم يا حياتي يشبه حب الاخوات، كمان لكن حبك يا ده نص. ايوه بس مين قبل مين؟ هي قبل الاول طبعا. اما عن الالبوم، طب ليه كان الاتفاق بين المنتج محسن جابر وراغب علامة انه يكون تحت اسم يرخص الغالي؟ وطبعا وبعد ما ربح التحدي احمد سعد اسم الالبوم تغير كمان. بما انه فتنا على كواليس العمل، تعالوا نسمع شو حكى مخرج فيديو كليب طب ليه شريف صبري. راغب علامة شخص جميل جدا في نفسيته، وانا بحبه، تعاملت معاه بسهولة. تصورت الاغنية في واحد من قصور براغ تشيكي.